اوكي الدور ديالي ياك. السلام عليكم. شكرا اخويا قبيله كنتسناوك. الانسان يكون واقعي حمراء حمراء وغنبقى انا نكذب. واحد النهار جاي الحسن الثاني الله يرحمه جاي يدشن واحد المعمل ديال الزيوت في المحمدية حدا لسامير، وجا واحد مقدم سميتو مسموح جا عند الوالد الله يرحمه قال له اعطيني زربية الملك راه جاي يعطينا الزرابي. وكاين واحد العمارة حدانا ساكن فيها واحد القايد من اللالي كولي القايد الفانيلي. دوك صحاب الله خرجوا من دوك لي جون خرجوا من ديك المدرسة الإدارية في الرباط. قال لي الوالد الله يرحمه سير ديك الدار اللي عطاك جوج اللي عطاك زربية اللي عطاك ربعة. أنا الوالد والله كان مسلم خويا كان قال المقدم سير لديك العمارة عند دار القايد اللي عطاك زربية نعطيك أنا ربعة. ما ندير اخويا انا ماشي قاعد الزرابي ولا شي حاجه. ذاك الوقت كانت السياره غادا مرسيدس الزربيه غادا فوق السياره عام الرشيد. الواقع هو هذا. اما المقاومين اللي قلتي انا راه سمعت ناس واحد خيتنا كتبع البيض كانت مناضله كتخرج الفرد فردي كديه تل قلنا يطلع ما قلنا يطلع ديه الاسد كتخزنو فهمتي. امراه كانت كتسلت لان كان المراه كتلبس ذاك الحيك وما العسكري منو يقلبها خصو يجيبو عسكريه فهمتي. وكان كانت المراه كت اما الفراسه راه ذاك عبد المجيد بن جلون اللي كاتب هذيك الروايه السيره الذاتيه في الطفوله قال لك انا كنت في فرنسا كندافع بالقلم. يلا الناس كتموت لداخل هو قال لك انا يدافع بالقلم. هذا هو الواقع اللي كاين نتاع كثير. كان كانش عندنا البديل كانوا دوك النخبة اللي قرا شوية كيمشي ينتمي الرفاق إلى الأمام. والله العظيم أخويا زيد اللي قرا شوية دار لافاك كيمشي لاتحاد الطلبة المغاربة وكيسحب راسو هو النخبة وبنادم ما كاينش البديل. كان هذاك عبد الله مهدي مبركة وكان عبد الله إبراهيم وهذو كلهم ما كانش عندهم بديل حتى جيش التحرير تاعو. ها هما الاستقلال يجيبوا الاستقلال ولكن وقعت قليبة قول قوالب. الناس اللي كان خايف منهم الحسن الثاني الله يرحمه ما اعتمدش على الدفاع في حرب الريف راه قتل 40,000 مغربي هو وفقير تيدير لهم بومبا وفقير في الجلابه وتيفرقع وكتبوا على الله اللي سمعتها اللي عرف من خلال الايام الاخيره. قال لهم عقلتوا عليا من الحرب ديال الريف علاش الريافه اللي كانوا في الحرب وكانوا كيناضلوا تقولبوا الفقر وناضلوا داروا ثوره الريف. ناد الحسن بايعوا محمد الخامس داروا فيه الثقه ردوه سلطان ناد هو يعطي السلطات كاع ولده كيبريباري ولده وما خداو والو ما دار له سياسي فرنسا وفرنساويين مع المغرب. سير ديروا في كوبا اكتصح في ديال كاسرو اقول لهم اجي يخطبوك اجي نعيش عيشه يخطبوك من كوبا حتى هو ما تيفرش صافي يقول اجل ديها. قال حزب الاستقلال قال لهم انتوما مع جيش التحرير سيروا تتفقوا شكون اللي غادي يحكم البلاد. عطاهم جوج سيمانات رجعوا مقاسمين حزب الاستقلال مقاسم لجوج والاخر يحكم. قال لهم انا لا قال لهم انا لا غادي فجا ما كتب الدستور ديال البلاد مات الله يرحمه. جا ولدو الحسن الثاني كتب الدستور ديالو. اول حاجه الحسن الثاني دار هو دار الوراثات الملكيه ما تكونش امراه تكون ذكر على ان العيالات راك عارف كانوا الملكات امبراطوريات كانت الملكه كاهنه كانوا ستات. شكون اللي عنده شي كتاب تيهضر حتى واحد ما عنده كتاب. راه المغرب حكموا ستات الملكات امن كاهنه. حسن الثاني دار دستور نقلوا من بريطانيا نقلوا من فرنسا دافع على راسه هو الاول دار الفصل 26 شخصيات الملك مقدسه يا الله على القداسه ولات. الفصل الاخر دار فيه الملك خصو يكون ذكر وعلاش ما جاب التحرير تكون مقدسه توشي مغربي تنوض الحرب كما كدير امريكان كيتنافيو شي مغربي شي امريكاني في شي حدود كيتحرك البونتاغون الامريكي خفي من جاي من اثيوبيا امريكاني. فهمت اخوت انا قول صار يكونوا صريحين لان انا قلتي الصراحه
طافق وبارك عاش الملك. الملك عايش بلا بك انت، الملك محتاجك غادي تقول انت عاش الملك. الملك عايش عايش، نهار تحفى عليه راه عنده الفلوس خذو كيما دار مولاي هشام. والمولاي عبد الله يمشي يعيش امريكان، فلوس داخله فور لايف، سيت فور لايف. هذا هو الواقع يعني اخوان، راه قال الاخ كل واحد كيضرب على راسه. كل واحد جزائري ولا تونسي، كل انسان مخلوق الا خصو ياكل ثلاث مرات في النهار خصو يضرب على راسو، راه ما كاينش اللي غينفعك. خصها لك انا كارت ناسيونال اللي ينفعك، غادي مقطع ضرب معاهم. هذا يقول لك جيب لينا هذه جيب لينا هذه، واش قانوني شحال هما امريكان. ايسو والله العظيم لما كنتيش قانوني لا صورك شي حاجه، تعطيهم الكري فورم فرساهم من الحدود، هذيك لا فورم فرس خالتي من الحدود البيضاء. بغينا فلوسنا امبيرور، عاد شريكان تقول شويه العداله ويتبرعوا ينوض محمد السادس يخطب شي خطاب يقول لهم اي مغربي ومغربيه 40 مليون ديال المغاربه كل واحد على الاقل واحد منهم يسير قمر بها ولا شري حشيش ولا عاوين نحلوا هذا المز. ساليتي مازال الله كان سخون هاد الوريده، الله كان سخون كنحك باقي ما عرفتش ساليتي يا عليك. قال لي واش ساليتي الهضره ديالي ما كيبغيها حتى واحد من اللي كتهضر كيبغيها كان بنت سالي. كنت كنقول عاش الملك زعما يقول لك واش ساليتي، كنت راه كنسيطو في الورود شعب الصفاق. فهمتي الخوان والله ما يعرفك لا محمد السادس ولا محمد الخامس، لا ما عندكش والديك والوالده سيرتو الوالده، مازال الوالد تلاقى مع شي وحده اخرى يقول لك شرعت انا اربعه يميك عليك. الوالده تاعك تشرف تكا على شي وحده. الوالده هي اللي فيها الحلال. ولا عندك شيختك خواتك المغربيات كيحنوا تا هما على عندك شيختك قد دافع عليك. باقي في الزحام ابو وسط وا الاستزادات ما عندنا ما ندير بها، ما استفزنيش انا الزحام. الحمام راه كنا كنمشيو بكري ديك اللعبه ديال 6 الصباح والاخ كالي لما الحمام خاويك كلهم تيفكروا نص السكر بقى عامر كتقول مع الصباح مع النبيري مع النبيري ما كاين حتى واحد جماله التفكير راه جمل وراه جماله كتبقى الحمام عليه نفات كلهم مفكرين بكري. امبيرور بغينا فلوسنا حتى علاش يعني فلوس غير ترى عندك خدمه ترجع للمغرب تعيش بلاد عينا مع الامريكان هاواريو ايك واتير نيم وعينا وخا بلاد امريكان بغينا نرجعوا بلادنا ونخدموا في بلادنا بكرامه هذا هو الحق. بدي يبقاو يسيفطوا لينا سيميس الخونة هادشي اللي كاين الخوت خلقوا لينا فرص العمل وحنا غندخلوا بلادنا ونخدموا باش ما كان يعطوك ها جوج فرانك تعيش بها مخير وفي بلادك عرفتي وبلغتك وكرامتك. هذا هو الحق اللي يتقال على الخوت. لا ما نبقاو نعيروا في الجزائر ولا نعيروا في تونس ولا بحال كل شيء كل شيء مسقي مغرف وحده كاع العرب كلهم.